انزل شارك. هو اسمه مؤتمر شعبي للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018. عندنا 76 مركز شباب في القاهرة غير الأندية الشعبية. يمكن احنا بادئين الفعاليات بتاعت انزل وشارك من فترة علشان نعمل وعي ثقافي ووعي سياسي للشباب في مراكز الشباب. ويمكن احنا شغالين على مستوى مراكز الشباب والأندية سواء كان على الأعضاء أو على المناطق المحيطة بالهيئات الرياضية. شدد المؤتمر على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبا وطنيا وديني على الجميع للالتزام به. إذا كان حديثنا عن المؤتمر فهو بعنوان انزل شارك، يعني أول حاجة نتعلمها من المؤتمر المشاركة. يعني إيه مشاركة؟ يعني إيجابية في الإسلام. يعني إيه مشاركة؟ يعني شهادة، يعني مطلوب من حضرتك أن تؤدي شهادتك أمام الله جل وعلا. مطلوب من حضرتك أن أنت تكون إيجابي مع من؟ مع بلدك، لوطنك، لأنك ستحاسب على هذا يوم القيامة. شرف الإنسان يقول رأيه في رئيس دولته وبحرية ومن غير أي ضغط ومن غير أي خوف، ودي مشاركة مفروضة يعني، وده تكريم للإنسان يقول رأيه في أكبر رأس في الدولة. الصوت أمانة، والمشاركة بالانتخابات الرئاسية أمانة أيضا، والمشاركة هي حائط الصد ضد المؤامرات التي تريد النيل من مصر وشعبها. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. وهاشتاج أطلقوا برنامج مصر جميلة، الجيش في الميدان والشعب في اللجان. وطبعا بكرة بداية الانتخابات في الداخل، وبنهيب بكل السادة المواطنين التواجد أمام اللجان، لأنه دي التجربة الديمقراطية اللي احنا عايزينها. احنا عايزين انه يبقى عندنا ديمقراطية، عايزين يبقى عندنا مشاركة، وده إيجابية. المواطن لازم يبقى عنده وعي بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. التفاصيل أكتر من خلال لقائنا مع الكاتبة الصحفية الأستاذة منال خطاب. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة منال. وبداية كده، توقعات حضرتك الشخصية لعملية الانتخابات وإقبال المصريين على التصويت في اللجان. في الحقيقة أنا دايما أراهن على الشعب المصري. هو يبان كده ان هو يعني يبان ان هو كده مش موافق، ويبان ان هو مهموم، ويبان ان هو مش راضي، ولكن ساعة الجد تبص تلاقي اكثر مواطن يقف قصاد ظهر بلده ويبقى عنده إيجابية وبينزل يدافع عنها بروحه وبكل ما يملك، هو المواطن المصري. صحيح. المواطن المصري احتارت فيه الاستراتيجيات الممارسات الانتخابية، يعني احتارنا فيه. حتى لما بيجي ندرس حتى سيكولوجيته في إدارة الانتخابات، بتلاقيه المواطن الوحيد في العالم اللي بيجي ينفذ العملية الانتخابية أو الاستفتاءات أو أي حاجة تخص بلده بالاحتفالية والرقص. كل الناس بتمارس حقها الانتخابي بنوع من العملية الديمقراطية عادي، إلا المواطن المصري. وطبعا احنا مش جديد على المصري، واحنا شفنا طبعا اخواتنا المصريين في الخارج، وانا ما بحبش الحقيقه اقول في الخارج والداخل لان هم كلهم مصريين، لكن انا ما كنتش مستغربه وعارفه قد ايه هم المصريين في الخارج هم خط دفاع اول، سواء على الناحيه الاقتصاديه، واحنا شفناهم قد ايه سندوا مصر في الاقتصاد ودخلوا حوالي 9 مليار جنيه، اكتر من ايرادات قناه السويس وايرادات السياحه مجتمعه في لما مصر طلبت. وطبعا في احداث ثوره يناير، بعد ثوره يناير قد ايه كانوا مشاركين في الخارج وقدام السفارات وقدام وفي الشوارع بيقولوا احنا المصريين. مهما بعد المصري، مهما كان عنده نوع من المشكلات، مهما
خطفته الدنيا وتكلبت عليه الهموم والغربة يعني بعدت بينه وبين بلده، يظل الحنين دافع كبير جدا ان هو بيلبي النداء. طبعا اذا ما بال هذا اللي عايش بره بلده، امال اللي جوه بلده اللي هو اصلا المصري معروف احنا مش قلقانين ابدا من نزول الناس، احنا بس بنقول لهم بنحاول نقدم لهم، وده دورنا كاعلام، بنحاول نقول لهم ان اللجان مؤمنه جدا في عمليه انتخابيه حقيقه، احنا بنمارس ديمقراطيه حقيقيه. لو لاحظنا ان احنا في الفتره اللي فاتت طبعا قبل 11 يوليو كانت العمليه عباره عن استفتاء على الرئيس، وكانت عباره عن عملية انتقالية للسلطة بسيطة جدا، وكلنا بنتفرج على حاجة متفق عليها، أو لدرجة أني حتى كنت تلاحظي ودي طبعا أنا مش بقول سر ولا حاجة، تلاقي أن السي دي بتاع الأسماء المقيدين في اللجان الانتخابية، كنا قبل الانتخابات كنا بنروح ناخد سي دي من وزارة الداخلية، كنت تلاقي مفيش تنقية فيها، كنت تلاقي في ناس متوفين، كنت تلاقي في تكرارية في مفيش مصداقية حتى في الأسماء اللي كانت مقيدة في هذه. ليه؟ لأن العملية الانتخابية زمان قبل الثورة يناير كانت عبارة عن حاجة بديهية بتحصل كده وبس، والرئيس هو الرئيس. النهاردة أنت في هيئة الوطنية للانتخابات عاملة شغل رائع جدا، مع التنسيق مع وزارة الداخلية، مع التنسيق مع هيئة الاستعلامات، مع التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، مع التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام، كل جهود حقيقة احنا بنرسخ للديمقراطية، احنا مش بنعمل مشهد وخلاص. وده حقيقة أحب أشير إليه، إن احنا عايزين المواطن يبقى ليه دور في جميع الأدوار اللي جاية بيها مصر. يبقى خط الدفاع الاول والاخير، يبقى عنده اكثر ايجابيه ووعي، ده اللي انا عايزه اركز عليه في الفتره الجايه، وده اللي الحقيقه اشار عليه السيد الرئيس، قال احنا مش جاهزين، دي كلمه كبيره جدا، احنا هنستعدلها، بس في ظل ما احنا مش جاهزين، وفي ظل العمليات الارهابيه اللي بتتم، وما زالت طبعا الحدث الغادر اللي حصل في اسكندريه، واللي اكيد واحنا متاكدين انه ده ما بيخوفش المصريين، ده بالعكس ده بيزيدهم اصرار وبيزيدهم خوف على بلدهم، وبيزيدهم عند ان انت بتعمل كده، طب انا بقى يعني بحفز هنزل واوريك وده انا ما بقلقش جدا ان هم دول اخرهم في لفت الانظار، لان هم اصلا مش بيتكلموا عن بلد ولا بيتكلموا عن ايديولوجيتهم ولا بيعلنوا عن نفسهم، هم عايزين انا بعتقد ان الارهاب عندهم سبوبه، انا بعتقد ان دي عصابات مموله، والارهاب عندهم سبوب ياخدوا فلوس عشان تعمل، لا هو عنده خلفيه ولا هو عنده بيعمل ايه، ولا تفرق معاه مين هيموت او مين هيعيش. المصري من ايام 2011 اتولدت حاله جميله جدا لينا كلنا، ان احنا حاله ان دي بلدنا بندافع عنها، وفي اكتر من اللي بتقدم ولادها، الست المصريه اللي بتقدم ولادها في سيناء وفي وعلى حدود ليبيا وبتحمي، هي هم دول المصريين. انا ما بتوقعش ابدا ان المصري مش هينزل، ان شاء الله بكره هنلاقي كثافه كبيره جدا على اللجان، وهنتفرج على المصريين وهم بيدرسوا للعالم فصل اخر، ويكملوا المصريين في الخارج قد ايه المصري خايف على بلده، ممكن يبقى في اوضاع مش راضيين عنها، اوضاع لسه بنؤهل اليها، احنا في امور في هموم، لان بلدنا بتعاني من يعني تراكمات سنوات طويله من الاهمال العديد من المرافق الحقيقي وجزء من الفساد احنا مشاركين فيه او مش مشاركين فيه، احنا ايدينا في ايدين بعض واحنا بنكمل، واحنا شايفين حقيقه جهود جميله جدا وجهود عظيمه جدا، انت لازم يبقى ليك ليها دور. هو هنا لازم نتوقف ونقول انه الدوله بتعمل اقصى ما عندها لتحقيق استقرار وتنميه مستدامه في المرحلة الحالية وللأجيال القادمة. هنا دور المواطن لازم كمان يبقى إيجابي جدا. أنا بقول إنه في عدد كبير جدا من السادة المصريين بيعملوا دورهم على أكمل وجه، ولكن مازال مطلوب المزيد. لازم المواطن المصري يحس بالمسؤولية بتاعته في هذه المرحلة. المرحلة دي مرحلة بناء وطن، بناء مؤسسات، بناء ديمقراطية، بناء مستقبل لولادنا. أي نعم بعض بيعاني من مشاكل اقتصادية في المرحلة الحالية، ولكن هي في سبيلها للزوال. الحل الشغل.
الحقيقه يا استاذه عندك حق حقيقي، واحنا انا دايما بعول على وعي المواطن، انا دايما بعول اي قضيه احنا بنفتحها او احنا بصدد ان احنا نتناقش فيها هو وعي المواطن. والحقيقه احنا برضو ما تنسيش حضرتك اي مرحله انتقال اي بلد في العالم بتعمل نوع من المرحله الانتقاليه بيحصل لها كده، وبتبقى واحده واحده بنحاول نشوف ايه هو الوضع، بنحاول نتغير سنه سنه. احنا كده في يعني نعتبر في وضع لو لما نيجي نقيمه مقارنة باللي فات، مقارنة بان احنا مارسنا ثورتين قطمت وسطنا في الوضع، ان في بلاد بتسقط حوالينا، طبعا بلاد شقيقة نتمنى من مصر طبعا تفضل ربنا حميها باذن الله، وطبعا احنا مش بندعي ذلك، يعني احنا شايفين سوريا الشقيقة، شايفين العراق، شايفين ايران وتركيا ازاي بتتكالب على الدول اللي بتتهاوى وبتفرض سيطرتها عليها، شايفين طبعا ليبيا ان بلاد خرجت ولم تعد، بلاد فقدت السيطره عليها وخلاص الى الابد، ان دلوقتي بيتم تشكيلها حسب القوى العالميه. لكن مصر طبعا كان من المتوقع ان مصر تبقى من ضمن هذه الدول التي تسقط، ولكن بفضل ربنا وفضل جيشنا وفضل السياسه وفضل حمايه ربنا قبل كل شيء وفضل طبعا السياسه الحكيمه، احنا النهارده ما بنقولش انك انزل اختار مرشح من المرشحين اللي انت عايزه، ما بنقولش انزل اختار الرئيس السيسي، ولو اني افخر، انا افخر ان انا اقول انا هنزل انتخب هذا الرجل السيد عبد الفتاح السيسي، انا كمواطن مصري انا افخر ان انا زعيم مشرفني في جميع الدول وفي جميع المواقف، في يعني على مستوى العالم زعيم سياسي انا بفخر بيه وبفخر فيه بمواقفه السياسيه، انا شايفه في تغيير اقتصادي، انا شايفه في محاربه للفساد، انا شايفه في اراضي بتسترد، انا شايفه في فكر جديد، انا شايفه في تحكم في بعض الملامح الاعلاميه، انا شايفه في حاجات جديده بتحصل. احنا مش ماسكين عصا سحريه ولا عصا موس، احنا فعلا وانا كمان عايزه اقول لحضرتك حاجه يا استاذه هند، هو خايف يعني النهارده في عزوف من المواطن عن الانتخابات، من ضمن هذا العزوف يقول لك ايه؟ اصل هو ناجح او ان مفيش حياه سياسيه في مصر. بس دي بعض الادعاءات من الاشخاص، يعني ده دعاوى على السوشيال ميديا او على الانترنت بتقول ان هو ناجح او ما تنزلش ان نتيجه محسومه، ما نقدرش نقول انه ده اتجاه، لان دي بعض اراء الساده المواطنين، لكن البعض الاخر اناناز. في احنا لازم لما نيجي نحكم على المواطن نبص من اكتر من زاويه ونبص من اكتر من منظور، وكمان في كل مواطن ليه سيكولوجيته في التعامل مع الوقوف جنب بلده. في جزئيه بتقول لك هو ناجح وده مش وحش، هو فعلا بيقول ان الرئيس شعبيته يعني عظيمه جدا والسي في بتاعه بيتكلم عنه، انجازاته بتتكلم عنه، وهو فعلا اثبت في من عقب ثوره 30 يونيو بعد ما المصريين كلهم فوضوه في الداخل وفي الخارج، بعد ما الدول العربيه كلها بتفخر ان الزعيم السيسي. انا برضو مش عايزه اتكلم عن الرئيس السيسي لان احنا في صمت انتخابي بالظبط، اسمحي لي يعني احنا اتكلمنا في الجزئيه دي، ففي الصمت الانتخابي هنتكلم بشكل عام اكتر. نعم. وخلينا نتكلم عن الضمانات اللي بتخلي الناخب بيروح للصندوق وهو مطمن. نعم. حضرتك ذكرتي ان احنا عندنا هيئه عليا للانتخابات، قبل الثورتين احنا زي ما حضرتك ذكرتي برضو احنا كنا متاكدين ان الانتخابات فيها تزوير، الان احنا اي حد ممكن يقول اي حاجه الا ان الانتخابات تكون مزوره. نعم. وده شيء مهم انك تبقى عارف ان في شفافيه في نتائج الانتخابات، قول ما شئت لكن ده مش ممكن تقول. الضمانات الجديده اللي بتولد مع هيئه عليا للانتخابات وتنسيقها ازاي مع جموع الصحفيين ومع الناس المشاركه في العمليه الانتخابيه؟ ده حقيقي، وبرضو يعني عايزين نقول ان الهيئه الوطنيه للانتخابات هيئه مستقله ماديا واداريا، وقراراتها بيتم الطعن عليها، ممكن الطعن عليها لانها مش هيئه مطلقه الاراده، ولكنها مستقله ماديا واداريا، وعملها كله من ضمن الاعمال اللي هي يعني بتقوم بيها ان هي جميع الاستفتاءات اللي هتقوم بيها مصر، حتى الانتخابات المحليات، الاستفتاءات، اي اجراءات على اي يعني اداره عمليات انتخابيه هي هتبقى منوطه بيها اللجنه الوطنيه للانتخابات. اللجنه الوطنيه للانتخابات الحقيقه الفرق برضو فيها انها هتقوم بدراسات وهتقوم برصد جميع الامور او النقاط او المنمنمات اللي بتحصل في المجتمع المصري سواء في الداخل وفي الخارج، وايه اللي هو اللي بتشوب عمليه عزوف المواطن عن التصويت او جميع المشكلات، يعني مين عملها انها تذليل جميع المشكلات اللي بتواجه العمليه الانتخابيه. ليه؟ لان مصر دلوقتي بتخطو على عتبات عمليات ديمقراطيه. صحيح. عايزه ترسخ العمليه الديمقراطيه الحقيقيه، سهل جدا ان انا
اعمل شغل انتخابي كده على اعلى مستوى واوهم اني انا بعمل انتخابات، لكن لما تجيني 18 الف قاضي وزياده، لما يحصل فيه اكتر من 367 لجنه عامه و 18 الف لجنه فرعيه، لما الانتخابات تبقى مؤمنه من جميع جهات وزارات الداخليه مع وزارات مع الحقيقه برضو احنا شفنا تامين على اعلى مستوى ودعم في وزارات الداخليه والقنصليات في الخارج كان حاجه مشرفه. انا برضو لازم برضو يعني دور مصر برضو في الوقت الحالي جميل جدا ان العالم كله انت عندك 680 تقريبا مراقب من منظمات المجتمع المدني بيتفرجوا على مصر ازاي بتنتقل من ثوره كان فيها دمار ومصر يعني كانت رايحه لطريق مسدود، النهارده بتنتقل بطريقه بنفخر بيها، بتنتقل طريقه ديمقراطيه العالم بيشيد. في بعض الامور يعني السقطات الصغيره، ولكن احنا بنحاول ان احنا نتفاداها. ناس كتير بتقول لك ان احنا خايفين ننزل، ده مش حقيقي، احنا الجيش والشرطه مأمنين، اللي احنا كنا شفنا الكلام ده برضو مش في الوقت دوت في الحقيقه، في الفترات اللي فاتت في الانتخابات اللي فاتت والاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسيه كان في تأمين شديد جدا، كان في مساعدات انسانيه من الجيش بنشوفها، هيئه الاسعاف مع كل القاعده يعني الهيئات كلها على يعني حاله يعني استنفار قصوى للمواطن. وانا بدعو الحقيقه ان يعني ازاي يبقى معمول كميه المراسم والاحتفاليات دي وكميه التامينات لهذا المواطن الجميل، وان هو ازاي يعني ما يقدرش ينزل، يعني ازاي. اعتقد انه في فتره سابقه كان في عندنا مشكله المغتربين او المقيمين خارج المحافظات بتاعتهم ما كانش عندهم قدره على الانتخاب لانه كانت الانتخابات في وسط ايام العمل. اعتقد انه تم تدارك هذه المشكله بانه المواطن يروح يبلغ ان هو مقيم في محافظه غير المحافظه بتاعته، فبالتالي اسمه ينتقل من جداول الانتخاب من المكان ده لاقرب لجنه هيكون فيها، ودي تيسيرات من قبل الهيئه العامه للانتخابات. ايه التيسيرات الاخرى اللي بتقدمها للساده المواطنين بحيث ان احنا نضمن اكبر قدر يستطيع ان هو يذهب للصناديق ويدلي بصوته؟ الحقيقه الهيئه الوطنيه للانتخابات احنا بنقول ان هي عملت شغل على اعلى مستوى من السياسي اعلنت بشكل متدرج عن الجدول الانتخابي، هي المشرفه عن اي اخطاء بتتم في الدعايه الانتخابيه، هي كمان عملت ان فتحت باب اي مغترب زي ما سيادتك قلتي قبل، فتحت باب المغتربين ان هو اي حد عايز يدلي لتيسير عليهم، طبعا اي حد مغترب داخل خارج محافظته انه ممكن يروح يغير مكان الادلاء بالانتخاب مكان اللي هو مقيم فيه او مكان عمله او الاقرب اليه. وطبعا اتقفل ده قبل يعني اتقفل وتم تضبيط هذه الامور. في امور تانية طبعا هي بتيسر بتعمل كوميونيكيت او اتصالات ما بين جميع تواصل ما بين جميع الهيئات المسؤوله، مثلا هيئه الاستعلامات او الهيئه الوطنيه الهيئات الوطنيه للاعلام، ان هي بحيث ان هي تقدم جميع الاستشارات او تقدم الاخبار الحقيقيه او بيانات الرد على مهم جدا الرد على اي اشاعه بتحصل في الانتخابات. احنا دلوقتي بنواجه حرب اشاعات في كل مراحلنا، سواء مراحل سياسيه مراحل اقتصاديه حتى على المستوى العام، فبرضو ده من ضمن الهيئة الوطنية للانتخابات انها بتعمل اشراف عام على هذه كل هذه المؤسسات اللي بتشرف على الانتخابات، بتتقدم الشكاوي اي شكاوي بتطرح، سهل جدا انك تخشي على اي موقع اللجنة الهيئة الوطنية للانتخابات تحطي رقم القومي يظهر لك لجنتك فين ومكان لجنتك والرقم بتاعك. في برضو هتلاقي في اللجان نفسها هتلاقي في حاسبات لتيسير على المواطنين، في ارقام لاي شكاوى، في كمان ارقام لتبليغ لاي حاجه مشتبهه او اي اعمال ارهابيه بتقوم بها اداره مخصصه في الداخليه وزاره الداخليه، وزاره الداخليه والجيش مأمنين المكان بشكل مؤمن جدا. اي حد مثلا ذو القدرات الخاصه او كبار السن، والحقيقه ليهم دور كبير جدا، تحسي ان كبار السن ليهم دور كبير جدا في الادلاء بالعمليه الانتخابيه طبعا. يعني قد ايه هم عندهم حس وطني
يدفعهم للنزول برغم كل مشاكلهم الصحيه. عايزين يبقوا ليهم دور جنب بلدهم وفعلا تحس ان هم ما بيشتكوش، يعني هم ما عندهمش اي شك. وهنا لازم نقول كمان ان الساده المواطنين اللي هيكونوا متواجدين امام اللجان، لو حضرتك لقيت حد عنده يعني من ذوي القدرات الخاصه او من كبار السن، حضرتك اديله الاولويه حتى ولو انت واقف بقالك مده كبيره في الطابور، لانه هو يعني ممكن ما يقدرش يتحمل مشقه الوقوف امام اللجان. موضوع التنظيم ده يا استاذه هند، فعلا الهيئه العليا للانتخابات في اللجان الفرعيه واخده بالها جدا من الكلام دوت، عامله مكانه اماكن مخصصه لذوي القدرات الخاصه، وعامله اماكن مخصصه طبعا، وعامله يعني حتى يعني اللي هي الخدمات البسيطه، يعني في ميه، في اسعافات، في لو حتى بيقولوا لو في اي حد يعني مش قادر ينزل ينتخب او يدلي بصوته، هم بيبعتوا له عربيه او كده. الحقيقه النواب والحقيقه الناس كتير جدا عامله شغل خدمي، جمعيات المؤسسات المدني برضو عامله شغل كويس جدا برضو في دعم بلدنا. وان شاء الله بكره يكون مشهد جيد انتخابيا ونسعد بيه، ونسعد بنزول المصريين لاثبات اول خطوه من الخطوات على الطريق الصحيح ناحيه الديمقراطيه باذن الله في المرحله القادمه. شكرا جزيلا كتابة الصحفيه منال خطاب. شكرا لك. شكرا لحضرتك. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم فقرتنا القادمه ابيض واسود، وهيكون لنا لقاء مع شيماء فكري ابو صالح.